الرئيس الجزائري عرب عن ارتياحه للنتائج التي حققها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة بارتفاع مساهمته إلى نحو 15% من الناتج المحلي الخام للعام الماضي ليقفز إلى 35 مليار دولار. إننا بالرغم من التقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية جراء الأزمة الصحية وتداعيات لاضطرابات جيوسياسية، نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022. تقدم تاع الفلاحة تاع السنة هذه الحمد لله زادت بنسبة 1000 مليار دينار، شيء لا يستهان به، يعني ما يقارب 9 أو 10 مليار دولار. قفز القطاع إلى 4550 مليار دينار، أي بما يساوي 35 مليار دولار، يعني نسبة معتبرة جدا جدا جدا، معناها أننا في الطريق صحيح، ولو أننا في نصف الطريق ولكن اتجاهنا صحيح، وإن شاء الله نوصل إلى الأهداف المسطرة.